رفض التدخل الأجنبي والتأكيد على حظر الأسلحة أبرز ما اتفق عليه وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر بشأن الأزمة الليبية في ختام اجتماعهم بالجزائر. ولقد اتفقنا على العديد من المبادئ، لا حل للأزمة الليبية إلا الحل السلمي، الحل السياسي، لا مفر من الحل، لابد أن يكون ليبي بدعم وتأييد المجتمع الدولي، تأكيد على رفع التدخل الأجنبي في ليبيا وضرورة احترام حظر الأسلحة المقرر من قبل الأمم المتحدة، من قبل مجلس الأمن الأمم المتحدة. طلبنا عدم تدفق الأسلحة وحظر الأسلحة. الاتفاق ينص على مبادئ أساسية تتمثل في ضرورة احترام ليبيا كدولة واحدة موحدة واحترام سيادة السلطات الشرعية على كامل التراب الليبي، وضرورة مشاركة الاتحاد الإفريقي في تسوية الأزمة الليبية ودعم الحل السياسي، وكذا ضرورة الاستماع لدول الجوار. عندما نقول السلم والسلام في ليبيا يعني لم يشمل مع الأطراف التي تريد قابلة برفض العنف تماما، لا نتحاور مع الذي ينادي بالعنف. طبعا أنا أظن ولدي قناعة أن هناك حسن نية عند جميع الأطراف الليبية. الجزائر ترحب في المستقبل أي طرف يريد أن يساهم في إرساء السلام في هذه الدولة الجارة والشقيقة. مخرجات اللقاء تأتي في سياق تحركات دبلوماسية جزائرية على أعلى مستوى بهدف التنسيق بين دول الجوار بشأن الملف الليبي وإسماع موقفها في المحافل الدولية.